يعني لبنان الآن في مرحلة صعبة جدا، الانهيار واضح على كل المستويات، ولا يزال الأفق مسدود في ظل استمرار الطبقة السياسية الحاكمة، والتي يعبر عنها الآن بالثنائي الشيعي وحلفائهم في محاولة لإبقاء يدهم على لبنان، ورغم معاناة لبنان من سياساتهم وممارساتهم الداخلية والخارجية، لا يزالون متمسكين بهذا الخط ودون أن ينظروا إلى المستجدات على الساحة العربية والدولية. لا شك أن لبنان عانى خلال الفترات الماضية معاناة شديدة، فقد هويته الحضارية، دوره العربي، دوره العالمي. كلنا يعرف أنه لبنان أصبح دولة ينظر إليها المجتمع الدولي والعربي أنها دولة يعني منهارة أو غير كفؤة، لا يتم. مين المسؤول اليوم عن أنه لبنان وصل حتى يكون بهذا الشكل؟ لا شك التحالف القائم الآن بين الفساد والسلاح هو الذي أدى بهذا البلد إلى وصوله إلى هذا الدرك. الذين شاركوا أصحاب السلاح في السلطة وحصلوا مكاسب في اسم شخصية، كلهم شاركوا في هذا الموضوع، كل الطبقة السياسية. ولذلك الشعب اللبناني عندما نزل في 17 تشرين كان يقول كل، يعني كلهم. الثورات دائما يجب أن يكون وراءها من يفكر وقيادات، ويكون لها إضافة للهدف الواضح أسلوب، طريقة للتغيير. نحن في لبنان بسبب الوضع الطائفي والمذهبي لم نحصل على ما نريد، يعني انتفض الشعب، أسقطوا حكومة الرئيس سعد الحريري وبرد الجو الشعبي، وإضافة إلى قيام قوى طائفية بضرب المعتصمين أو المنتفضين سواء أمام القصر الجمهوري أو أمام مجلس النواب، لا يعني إضافة إلى يعني استغلال الثورة الشعبية أو الانتفاضة من قبل أجهزة أمنية محلية وعالمية وحزبية، أدت إلى إضعاف الـ 17 تشرين، وإن كان نتائج الانتخابات حصلت بعض المواتع لكنها غير كافية. المكون السني هو جزء أساسي من لبنان. تاريخيا عندما كان هنالك الدولة العثمانية أو ما قبلها، وما بعد سقوط الدولة العثمانية وقيام الدولة اللبنانية، يعني في هذا المجال نحن لا يمكن لنا أن ننسى أن صحيح البطرك الحويط كان يحمل هم قيام دولة لبنان، ولكن من لقاه في هذا الخط هو المكون السني عبر الشهيد الرئيس رياض الصلح. يعني إقصاء السنة ليس فيه ربح لا لطائفة ولا لمذهب ولا لأي فريق، إلا للفريق الذي يريد لبنان أن يخضع لهذا المحور ويفاخر مسؤولو إيران بأنهم يحتلون الأربع عواصم عربية ومنها لبنان. الصيغة الوطنية القائمة على التوازن وعلى الاحترام المتبادل ضربت بالفترات الأخيرة من خلال السلاح غير الشرعي الذي ضرب الحياة السياسية والديمقراطية، ضرب اقتصاد لبنان، ضرب صورة لبنان ولبنان يعني مستشفى العرب وجامعة العرب ومنتجع العرب والعمل الاقتصادي في المنطقة ودوره الاقتصادي، هذا ضرب وألحق لبنان بالمحور إيران والنظام السوري، ونتائجه الآن نحصدها انهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي، والدليل الأزمات السياسية التي عشناها في الفترات الماضية في تشكيل الحكومات أو في انتخاب رئيس
قبل انتخاب الرئيس السابق ميشيل عون بقي لبنان سنتين ونصف بدون رئيس، إضافة إلى عند تشكيل الحكومات 9 أشهر وسنة حتى يتم تشكيل حكومة. الآن لا يزال هذا الفريق، فريق السلاح ومحور إيران، يسعى لتكريس هيمنته على لبنان دون أن ينظر إلى المستجدات القائمة الآن، والوصول إلى انتخاب رئيس لا يرضي فقط الخارج كما يعني يدعون، إنما يرضي اللبنانيين. رئيس يحرص على استقلال لبنان، سيادته، حريته، والالتزام بدستوره، وعلاقات لبنان العربية والدولية التي تؤدي إلى خدمة لبنان. الاتفاق السعودي الإيراني له مهلة 2 شهر لكشف النوايا ومعرفة التوجهات، والاتفاق تم أن إيران لا تخرب في الدول العربية وتلتزم بالمواثيق وتعمل إجابا لمصلحة المنطقة، مصلحتها ومصلحة السعودية ومصلحة المنطقة. وبالتالي يجب أن ينعكس هذا الاتفاق تسهيلا لانتخاب رئيس للجمهورية، ليس منحازا إلى فريق الممانعة، لأن هذا الفريق حكم لبنان بالفترة 20 الماضية ولم يحصل لبنان إلا على التخلف والفقر والانهيار. إذا نحن بحاجة إلى رئيس ليس منحازا لفريق يلعب دور الحكم، يرضي الداخل اللبناني، لأنه في قوى أساسية في لبنان ترفض أن يكون هذا الرئيس تابعا لمحور إيران. الوزير السابق سليمان فرنجي هو جزء أساسي من محور الممانعة، ومواقفه واضحة في هذا المجال، يعني لا أريد أن أذكر المواقف. وبالتالي هو على المستوى الوطني هنالك فريق يؤيده صحيح. ومن الأشياء التي يعني مزعجة أن الوزير سليمان فرنجي لم يرشح نفسه، لكن رشحه محور الممانعة، وهذه ضربة له يعني في ظهره، يعني كان يفترض أن يرشح نفسه هو، ثم تأتي القوى السياسية وأن يعلن برنامجه وتؤيده هذه القوى السياسية. أما أن يتم إعلان ترشيحه من قبل حزب الله أو من قبل بعض قوى 8 أذار، فهذا أمر يعني ليس مقبولا وطنيا، ويدل على انتمائه، وبالتالي مرفوض هذا الأمر داخليا من خلال قوى أساسية مسيحية أولا، ثم عربيا، والسعودية وضعت مواصفات لا تقبل بتعاون. قد ينتخب اللبنانيون أيا يكن، ولكن هي لن تتعاون ولن تقدم المساعدة للبنان لرئيس مؤيد لمحور معادي للسعودية، معادي للدول العربية، يعمل لمصلحة إيران على حساب اللبنانيين وعلى حساب العرب. ميشيل معوض بصراحة شخصية وطنية، ليس منتميا لمحور، إنما هو سيادي بامتياز، هو ابن رئيس قضى دفاعا عن لبنان، ابن بيت سياسي منفتح على الدول العربية وعلى العلاقات الداخلية الوطنية، وليس محسوبا على محور يعني الممانعة. العماد جوزيف عون يحظى باحترام داخلي في لبنان كبير، ويحظى باحترام عربي ودولي، وأثبت جدارة كبيرة في قيادة الجيش في هذه المرحلة الصعبة. مشكلته مع قوى مسيحية في الداخل وليس مع القوى أو الفئات الإسلامية، وأعتقد أن حظه يرتفع إذا استطاع تجاوز العقدة المسيحية. لن يكون في سدة الرئاسة إلا رئيس متجرد بعيد عن الانتماء لمحور 8 أذار أو المحور إيران، ويغلب المصلحة الوطنية على أي شيء آخر، يتمتع باحترام داخلي وعربي ودولي.
بالمواصفات ليس عندي اسم، لأن هنالك عدة أسماء في هذا الموضوع يعني موجودة.